ما تبقى الآن مع معاذ محارب. أسبوع جديد وجولة جديدة ما تبقى وفيها تحقيقات صحفية تتهم مرتزقة فاغنر بالضلوع في قضية التنكيل بحمادي. قريب الضحية يتحدث لنا عن التفاصيل الكاملة للجريمة. وأنشأ عصابة لغسيل الأموال المنهوبة بمشاركة أفراد عائلته. القضاء الإسباني يطارد رفعة الأسد وما تبقى يستمع لأحد الشهود. والأردن هدد باستخدام القوة في حال التكرار، ومصر ابتلعت القصة بإصرار. عمان والقاهرة تعانيان من المخدرات السورية المهربة. حياكم الله. نقل موقع جسر السوري نقل عن تقارير إعلامية روسية تأكيداتها بالتعرف على هوية الجاني الثاني القاتل الثاني في جريمة قتل وإحراق السوري الشاب محمد طه إسماعيل العبد الله المعروف بحمادي في الجزيرة السورية. أثبتت هذه التقارير الروسية أن الجنات في المقطع الذي انتشر يتبعون لعصابة فاغنر التي مولتها موسكو ونزلت بها إلى الميدان السوري. إذن وفقا للبيانات الأولية فأن هذا القاتل الروسي اسمه رسلان. هذا السيد رسلان أتى إلى سوريا بموجب سجلات شركة الطيران السورية، هبط في العاصمة السورية دمشق، وهناك انضم إلى عصابة فاغنر استكمالا لمسيرته الدموية والتي بدأها مشكورا في الحرب الشيشانية. للحديث أكثر حول هذه الواقعة معنا من أنطاليا قريب الضحية، ابن عم الضحية الصحفي محمد إسماعيل العبد الله، محمد حسان. محمد حسان، هناك إشكالية في الاتصال بأنطاليا، هل أنت معنا الآن؟ نعم أسمعك جيدا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طيب نسمعك، هناك مشكلة في الصورة حقيقة. مساء الخير. مساء النور محمد، هل لديك تفاصيل أكثر عن هذه الجريمة، عن هذه الواقعة؟ نعم بالتأكيد، يعني أولا أريد يعني أن أعطي التعريف عن محمد طه إسماعيل. محمد طه إسماعيل العبد الله من أهالي قرية الخريطة بريف محافظة دير الزور الغربي، ومواليد 1 أيلول أغسطس 1986، متزوج ولديه 4 أطفال. هو
إنسان عادي. محمد لو سمحت بس دعني أنوه قبل أن تكمل، يعني طبعا نحن نتكلم معك عبر سكايب، هناك مشكلة في الصورة، صوتك يصلنا بشكل واضح، فهذه لغرابة الكادر. تفضل أكمل محمد. نعم، هو عامل يعمل في مجال صناعة مواد البناء، يعني يعمل على في معمل صغير لصناعة مادة البلوك اللي تستخدم للعمارة، أدى الخدمة الإلزامية بشكل اعتيادي ما قبل الثورة السورية. كان يقيم في بلدة الخريطة خلال فترة الثورة السورية، لم يشترك في أي من الحراك الحاصل في سوريا منذ عام 2011، يعني هو الشخص يعني غير منخرط بأي عملية، يعني سواء كانت عسكرية أو مناهضة للنظام. محمد يعني دفعته الظروف السيئة إلى مغادرة سوريا إلى لبنان في 16 أيلول سبتمبر 2016 للعمل، كثير من السوريين الذين يعني ساءت أوضاعهم الاقتصادية في منطقة شرق سوريا التي سيطرت تنظيم داعش. طبعا الهدف من العمل في لبنان هو إعالة عائلته الصغيرة الموجودة في بلدة الخريطة. بعد 7 أشهر من سفره باتجاه لبنان، حمادي يعني أو محمد إسماعيل طالع عبد الله يعني قرر العودة إلى سوريا في 27 آذار مارس 2017 بعد مرور 7 أشهر على إقامته في لبنان. عند محاولته العودة ودخول سوريا تم اعتقاله على الحدود السورية اللبنانية من جهة الأراضي السورية. طبعا سبب الاعتقال جاء بسبب وجود يعني طلب لحمادي من أجل أداء خدمة الاحتياط، طب تم سحبه. في بداية الأمر تم نقله باتجاه منطقة الدريج التابعة لقوات الخاصة في الحرس الجمهوري، ثم تم فرزه باتجاه مناطق المنطقة الوسطى وتحديد في حقل شاعر النفطي كجزء من الحامية التابعة لقوات النظام لهذا الحقل. وطبعا في تلك الفترة كانت يعني الحقل ومناطق تدبر تشهد هجمات لتنظيم داعش في اتجاه تلك المناطق. طبعا بعد اعتقال حمادي وسوقه للخدمة الإلزامية يعني انقطعت أخباره بشكل كامل عن أهله. نعم. تقريبا بعد يعني التحاقه في صفوف أو إجباره على أداء الخدمة الإلزامية تقريبا بتاريخ 5 متى كان هذا بالضبط يعني أجبروه على الخدمة الإلزامية؟ 27 آذار مارس 2017 يعني بعد عودته، يعني أثناء عودته تم اعتقاله على الحدود السورية اللبنانية بشكل مباشر وتم سوقه للخدمة الإلزامية. تمام طيب، في بادئ الأمر كما ذكرت لك يعني تم الآن بعد ما ساقوه محمد، بعد ما ساقوه ما الذي حصل؟ في تقريبا في 5 أيار مايو 2017 يعني بعد انقطاع أخباره وصل تسجيل صوتي لأهله بأنه هو هرب من قطعته العسكرية وهو تائه أو ضائع في بادية في البادية لا يعرف أين يتجه. طبعا هذه كانت آخر يعني معلومات الاتصال أو التواصل مع حمادي. أثناء إرسال هذا التسجيل هو هرب من القطع العسكرية وقام بالانشقاق عن قوات الأسد المتواجدة في حقل شاعر، حاول الهروب ولكنه يعني أضاع الطريق في البادية بادية حمص الشرقية. بعد ساعات من انشقاق تمكنت يعني دورية روسية من الدوريات الموجودة بالمنطقة بإلقاء القبض عليه. طيب ثم هذه يعني ثم ظهرت أشرطة الفيديو التي رأيتموها جميعا، يعني هي نفسها هذه المجموعات التي قامت باعتقاله، هي نفسها التي قامت بتعذيبه فاغنر، يعني هي مجموعات من فاغنر هي التي أمسكت به اعتقلت. طبعا التسجيل يعني ليس جديد، يعني التسجيل انتشر في أيار مايو 2018، يعني ظهر فيه حمادي تعرض لعمليات تعذيب عنيفة، تم يعني تحطيم عظام أرجله وأيديه بمطارق كبيرة تستخدم للبناء بعد من يعني والمعذبون هم جماعة فاغنر، يعني هم روس. طبعا هم من قوات فاغنر الروسية التي كانت يعني موكلة يعني بمهمة حماية حقل شاعر في تلك الفترة، يعني هناك يعني أدلة ثابتة بوجود هذه القوات لحماية حقل شاعر، وهي كانت تستلم الحامية الرئيسية وإدارة العمليات داخل حقل شاعر في فترة يعني اعتقال حمادي وأثناء عملية هربه.
طيب طبعا بعدها يعني ظهر الفيديو هذا المؤخر اللي يظهر فيه عمليات قطع ايدي حمادي اضافه لقطع راسي يعني بطريقه بشعه ثم احراق جثته. طبعا يعني البدايه كانت الموضوع يعني انتشر مقطع الفيديو تم التعرف على هويه حمادي، لكن للاسف لم تكن المتابعه بالشكل المطلوب. يعني حقيقه عمليات المتابعه الاعلاميه سواء الاعلاميه ولا الحقوقيه يعني لم يعني تاتي الا في الفتره المؤخره يعني وهذه جهود يعني مشكوره يشكر عليها موقع جسر، كذلك يعني بعض المواقع الاعلاميه الروسيه المستقله مثل موقع جازيت الاخبار الروسي، كذلك يعني ايضا يعني مواقع اخرى اوكرانيه يعني ساهمت بنشر مقاطع الفيديو والتعرف على قتله حمادي او اثنين من القتله اللي اثبتت يعني وجودهم في سوريا وهم من عناصر قوات فاغنر الروسيه. طيب محمد حسان، يعني انت صحفي وابن هذه المنطقه، هل هذا الفعل متكرر بالنسبه لجماعه فاغنر يتعاملون مع ابناء المنطقه؟ يعني كرروا هذه الفعل اكثر من مره ام فقط حمادي هو بالنسبه، اتحدث عن قطع الراس يعني وهذا التمثيل البشع بالجثه. حقيقه يعني جميع يعني القوات يعني سواء عصابات فاغنر او قوات النظام يعني قامت بعمليات مشابهة في مناطق شرق سوريا، يعني لا يخفى على الكثيرين يعني مقاطع قطع رؤوس عناصر تنظيم داعش و يعني قطع جثتهم التي قام بنشر صورها عصام زهر الدين في محيط مطار دير الزور العسكري، قام بتعليقه كذبائح. أيضا هناك يعني عمليات قتل يعني تجري في البادية السورية لا يعرف من يقوم أو من يقف خلفها. يعني بالحقيقة يعني يبدو أنه مشكلة أو قضية حمادي هي الأكثر وضوحا بسبب وجود أدلة ملموسة على عمليات قطع الرأس وقطع اليدين، كذلك طريقة التعذيب الوحشية. يبدو أن هناك أيضا عمليات كثيرة ولكن لا تظهر إلى الإعلام أو لا يتم تسريب مقاطع فيديو لها. حمادي يعني كان حادثة يعني أخذت صدى كبير بسبب وجود مقاطع فيديو، بسبب وجود يعني نعم مقطع الفيديو أدلة قوية على قيام القوات الروسية بتلك الجريمة البشعة. الصحفي محمد إسماعيل عبد الله، محمد حسان عفوا، قريب الضحية محمد إسماعيل عبد الله، كنت معي عبر الهاتف الآن من أنطاليا، كانت هناك مشكلات في الاتصال معك، شكرا جزيلا لك. اقترحت المحكمة الوطنية الإسبانية اقترحت محاكمة رفعت الأسد عام رأس النظام الحالي في سوريا بشار الأسد، اقترحت محاكمته إلى جانب 13 فردا من عائلته وحاشيته، بينهم 8 من أبنائه واثنتان من زوجاته. التهمة هي الانتماء إلى تنظيم قام بغسل أكثر من 600 مليون يورو في إسبانيا. يتهم القاضي الإسباني رفعت الأسد بكونه زعيم مجموعة إجرامية كرست جهودها منذ حقبة الثمانينات لغسل أموال في بلدان أوروبية مختلفة، بصورة رئيسة غسلت هذه المجموعة أموالها في فرنسا في المملكة المتحدة كذلك، وأكد أن الإجراءات أي القاضي أكد أن الإجراءات ستستمر لملاحقة هذه العصابة المنظمة.
برنامج ما تبقى حاول التواصل مع منظمة شيربا وبعض المنظمات السورية التي حركت الدعوة لملاحقة الأنشطة المشبوهة لرفعة الأسد في عموم الدول الأوروبية. فتبين لنا أن المحامي السوري أنور البني كان أحد الشهود وأحد جامعي الوثائق لإدانة السيد رفعت. لنستمع للأستاذ المحامي أنور البني في هذا التسجيل. الموضوع ابتدأ من سنتين وقت الفرنسيين بدأوا يتحركوا على أساس تهرب رفعت الأسد من ضرائب بعد قيامه ببيع أحد قصوره بباريس. دخلنا بالملف آنذاك وقدمنا شهود أنه هاي الأموال ناتجة عن سرقة أموال الشعب السوري. هذا أدى أنه القضاء الفرنسي حول الملف لأنه أموال ناتجة عن ارتكاب جرائم بما معناه جريمة تبييض أموال غير شرعية، ووجه إشارة لإسبانيا تحجز على أمواله. بعد إسبانيا بدأ التحرك أو تواصلوا معنا لأنه ندعمهم بالشهادات أو الضحايا اللي ممكن يساعدوا، وفعلا يعني أنا كنت أحد الشهود أولا وقدمنا لهم عدد منيح من الشهود والأدلة اللي تثبت أنه رفعت أمواله ناتجة عن سرقة الأموال، عن تهريب مخدرات، عن جرائم اللي ارتكبها بحما، عن نهب الأموال، يعني عن مرفق غير الشرعي اللي كان عنده باللادية. هلأ هذا مؤخرا أدى أنه القاضي الأسباني أصدر قرار اتهامي أول امبارح، صار يتحول للمحكمة. طبعا بفرنسا تحولت الملف للمحكمة ومتوقع أنه خلال الشهر القادم أو الشهرين القادمين يكون أول جلسة ضد رفعت بالمحاكم الفرنسية، والآن متوقع كمان بنفس الوقت بإسبانيا. البوب الكبير، الباشا الكبير رفعت الأسد، طبعا هو خرج بخرج بتسوية الرجل، يعني أمه أصلحت بينه وبين أخيه الرفيق الخالد حفظ الأسد، وخرج وأخذ كل، يعني قيل وقتها أفرغ البنك المركزي تقريبا أعطاه إياه حفظ الأسد للسيد رفعت، وقيل وقتها هناك دور محوري وأساسي لمعمر القذافي كذلك في مسألة الصلح بين الأخوين رفعت وحفظ، وغادر بعدها إلى فرنسا. لكن السؤال المطروح في هذه القصة، هل لا يعلم القضاء الفرنسي، هل الآن يعلم القضاء الإسباني أن هذا الرجل غاسل أموال؟ هذا بالحد الأدنى، طبعا بالحد الأدنى هو غاسل أموال. هل الآن، كيف علموا الآن؟ كيف لم يعلموا من قبل؟ لكن البعض يقول هذا الجهد الذي يقوم به محامون سوريون كالأستاذ أنور البني وغيره، هذا جهد يضيق الخناق قليلا أو كثيرا على رقبة هذا الرجل، قليلا أو كثيرا يضيق الخناق، لكنه يضايقه بالحد الأدنى، يحد من حركته بالحد الأدنى. البعض الآخر يقول هناك مثال آخر مصري في مسألة إسبانيا، حسين سالم هذا متورط بنهب أموال الدولة المصرية، وبعد الثورة المصرية أقيمت عليه دعاوين، وكان هو موجود في إسبانيا وطالب وقتها القضاء الإسباني بتسليمه ورفعت عليه دعوة في إسبانيا، ثم ماذا حدث؟ لم يحدث شيء، مات الرجل ميتة ربه، لم يسجنه القضاء الإسباني، لم يسلمه لمصر، على الرغم يعني من حدوث مجيء عبد الفتاح السيسي، لكن القضاء الإسباني لم يتصرف شيئا مع حسين سالم ومات ميتة ربه. لذلك البعض يقول ان القضاء الاوروبي في مساله الذين ينهبون الاموال وياتون من الدول العربيه الى اوروبا تكون الامور مطاطه ورخوه كثيرا. ثم اين اموال، البعض يقول اين اموال بشار الاسد واسماء الاسد، البعض يقول هناك جزء منها كبير موجود في اوروبا خصوصا اسماء الاسد. ليس فقط صاحب هذه الطلة البهية رفعت الأسد خرج ذات مرة قال أنا لا أعرف ما الذي حدث في حماة، سألوه عن مجزرة حماة قالوا أين تقع هذه حماة، ليست في كوكب الأرض. سيد رفعت، نقلت وكالة عمون الأردنية عن مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة أن المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الأردني تمكنت من إحباط عملية تهريب 270 ألف حبة مخدر كانت قادمة من سوريا. الكمية المضبوطة يعني قوية، ويعني أكثر من 270 ألف من مختلف أنواع المخدرات. ليست المرة الأولى التي يضبط فيها الأردن مخدرات قادمة من مناطق سيطرة النظام في سوريا. لذا ما الذي حدث هذه المرة؟ هددت
القوات المسلحة الأردنية هددت باستخدام القوة مع أي محاولة تسلل أو تهريب على حدودها مع سوريا. المخدرات يتم تهريبها من سوريا إلى الأردن، هذه حقيقة كونية كشروق الشمس وغروبها، والجميع يعلم بهذا الأمر. طبعا يعني مخدرات تأتي من لبنان عن طريق النظام تكمل مسيرها إلى الأردن، يعني عن طريق السويداء، مناطق الصحراوية بين السويداء والأردن، معروفة القصة. لكن الذي تكشف في الموضوع مؤخرا هو مدى تورط مسؤولين رسميين أردنيين. مثلا قائد الجيش الفريق محمود فريحات، أقيل هذا الرجل قبل فترة، قيل في أسباب إقالته هو نفسه هكذا قالت الصحافة الأردنية، متورط في مسألة تهريب المخدرات، استلام المخدرات من الجانب السوري. كذلك أتى ذكر اسم ممثل جيش العشائر السياسي، هذا يمتلك الآن قصرا في مدينة المفرق الأردنية. هذا من تكلم عنه؟ تكلم عنه الجماعة في الرمثة الذين خرجوا بمظاهرات حينما احتجوا على مسألة تهريب كروز أو كروزين من الدخان، فرض الرسوم عليها. فقال وقتها بصريح العبارة أنه ممثل جيش العشائر هذا الذي كان يعني وثيق الصلة بالمخابرات الأردنية طوال أكثر من 5 أو 6 سنوات، الآن يمتلك قصرا في المفرق، مدينة المفرق الأردنية، ومعروف ومنح الجنسية الأردنية، وجهارا نهارا أمام أعين الناس قصره من ورائي، يعني هو مسهل كبير لمسألة تهريب المخدرات. أكثر من ذلك، المعارضون الأردنيون كشفوا وثائق تدين مسؤولين رسميين في الديوان الملكي وفي الجيش الأردني، ضباط في الجيش الأردني وفي المخابرات، جهاز المخابرات العامة، لهم علاقة بمسألة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن. هناك تورط رسمي، بل والأكثر من ذلك، تقول المعارضة الأردنية وبالوثائق هناك شراكة رسمية بين بعض المسؤولين الرسميين المدنيين والعسكريين في الأردن مع جماعة النظام ومع حزب الله في مسألة تأمين هذا الكريدور الضخم من المخدرات. طبعا تذهب من الأردن إلى دول الخليج العربي. ركان خضير هو ممثل جيش العشائر، هذا أحد الواجهات، الآن منح الجنسية الأردنية وله قصر الخوارنق ربما يكون في مدينة المفرق الأردنية. المعارضة الأردنية تحدثت كذلك عن ليس فقط مسألة المخدرات، أيضا الآن هناك دعاوي، ربما ترفع دعاوى الآن على جهاز المخابرات العامة الأردنية، وهذه من يعني المضحكات المبكيات، ربما ترفع دعاوى عليها من النظام لتورط جهاز المخابرات الأردنية بسرقة 16 مليون دولار دفعة واحدة فيما يتعلق أيام غرفة الموك. هكذا تقول المعارضة الأردنية ولديها وثائق في هذا الصدد. في إطار متصل نفس قصة المخدرات، هذه صادرت السلطات المصرية الأسبوع الفائت، صادرت شحنة ضخمة من مادة الحشيش المخدر قادمة من سوريا الأسد على شكل شحنات تفاح عبر البحر.
قال موقع النبأ المصري إن الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة بمنطقة بورسعيد وبالتنسيق مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا. يقول يعني ما الذي سيصدره حزب الله للعالم، وما الذي سيصدره النظام للعالم، وما الذي سيصدره الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعالم غير المخدرات؟ البعض يقول القصة تاريخية قديمة جدا، يعني ليس من الآن، منذ هم كانوا يعني منذ في عصور الدولة العباسية وفيما بعد يعني، وكان لهم مكان معروف، ويعني اعتمادهم على مسألة الحشيش والمخدرات هذه قصة معروفة يعني تاريخية، وبالتالي الآن ما الذي سيصدره سوى المخدرات والحشيش؟ انتهى ما تبقى، غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق ما تبقى جديد، في أمان الله.